بسم الله الرحمن الرحيم. بعد طلوع العمر الاحاله وصلاه طلبات الايام العامه والمرحله طلعت الاوراق والمدار القانون، وبعد الاطلاع على مواد القانون اخذت المحكمه حضوريه اولا، وما اعترف كل منهم محمد كثير عبد المجيد سالم، محمود السيد عبد الله عثمان، حسام ابو بكر الصديق الشحات بالسجن المؤقت عما يصف بالغين عن تهمتين تولي قياده جماعه والتحريض على الاتفاق الجنائي. ثانيا حضوريا ومعاقبه كل من المتهمين صلاح الدين عبد الحليم يوسف سلطان، فتحي محمد ابراهيم شهاب الدين، صلاح نعمان مبارك بلال، محمود البربري محمود محمد، عبد الرحيم محمد عبد الرحيم محمد، كارم محمود رضوان سليمان، محمد انصاري محمد مصطفى، احمد محمد عارف علي، يوسف طلعت محمود محمود عبد الكريم، سامي مصطفى احمد عبد العليم، محمد محمد مصطفى العدلي، عبد الله احمد محمد اسماعيل الفخراني، إياد أحمد محمد محمد الطبي، أحمد محمد أحمد عبد الرحمن أحمد آسر، وقيادية محمد صلاح الدين عبد الحليم سلطان بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات عن عما أسند له عن تهمتين الاشتراك في الاتفاق الجنائي محل التهمة الرابعة بند 1 و2 وإنزالة المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية ومصادرة المخطوطات. رابعا ببراءة المتهمين عن ضعف الاتهامات المسندة إليه. ثالثا حضوريا لكل من مصطفى طاهر الغليل، سعد عشرة محمد القصير، وليد عبد الرؤوف محمود شلبي، عمر حسن عز الدين يوسف مالك، محمد المحمدي حسن شحاته السروري، عصام مختار موسى محمد، مراد محمد محمد علي، هذا عصام الحداد، احمد ابراهيم مصطفى مبارك، احمد محمد سبيع، احمد محمد احمد عبد الغني، هاني صلاح الدين رمزي، عمرو السيد عبد العليم عبد المنور، مسعد حسين محمد عبد الله البربري، عبد مصطفى تسوري عبد المطلب، اشرف ابراهيم علي درويش، عمر يوسف حامد احمد داعش، سعد محمد خيرت سعد عبد اللطيف الشاطر، ايمن شمس الدين محمد الدين، احمد محمد احمد عبد الهادي، احمد جمعه احمد مصباح، ببراءتهم مما وصل اليهم. ربما تكسر